سلام خوتي، اكيد عرف شو الزهره اللي غنهضروا عليها اليوم. فهي زهره او ورده القرنفل. اليوم غنوريك ان شاء الله اسهل طريقه باش انك تزرعها في الاصيص عندك في المنزل، وخا الاصيص يكون صغير فهو اسهل ورد يمكن لك تزرعه. وانا كنصح الناس اللي عايزين عليهم الورود هو انهم ياخذوا هذا الورد، هذا كيتعتبر الثاني من بعد الورد الجوري بالنسبه لي انا، فكنعتبره فهو الاول. ومن بعد اخوتي وغادي تعرفوا علاش كنصنفه هو الاول. المهم هذا الورد اخوتي فهو كيتغرس بالبذور وفي نفس الوقت بالعقل. المهم اخوتي كناخذ العقله على هذا الشكل، هذا كنحيدوا لها الاوراق اللي عندها في الجانبات كاملين، ولكن بشرط ما تكونش مقطعه من الفوق، تكون على هذا الشكل هذا. ومن بعد اخوتي كندوزوا للتربه، فالتربه ديالو تيه فيها واحد السر.